الحلقة النهاردة غريبة وعجيبة، وأعتقد إن هي هتعجبكم. يا ريت تكملوا الفيديو للآخر، حيث نشر أحد مستخدمي التواصل الاجتماعي منشور لحديث دار بين أبناء حسن علام، وهنشوف تعليقه بعد ما نشوف كتبوا إيه بنات حسن علام. شيماء علام كتبت: واحد بيسألني المفروض كم راتب يقضيكي عشان تعرفي تعيشي عيشة كويسة ومناسبة في مصر؟ فأنا ردي على السؤال ده هو على حسب التزامات كل شخص وعلى حسب البيئة اللي هو عايش فيها، بس أنا بشوف إن 1,000,000 جنيه شهريا تخليك تعيش عيشة متوسطة الحال، اللي هو يدوب على قد مصاريفك والتزاماتك الشهرية. لكن إنك بقى تفكر بالثراء أو تبقى غني أو تعيش العيشة ديت، هما يدوب 15 أو 20 مليون جنيه. كل واحد يعيش على قد حياته والتزاماته، مش هيبص لفوق أو للي في إيد غيره، لأنه مش هياخد إلا كل التعب النفسي والذهني. ودي صور شيماء علام اللي كتبت البوست ده. طبعا كان في تعليقات كتيرة قوي على اللي قالته، منها منى كتبت: حد يمنشن للسيسي والحكومة هنا لو سمحتوا يا جماعة. دنيا بقى علام اللي هي أختها ردت ايه بقى على اللي قالته شيماء؟ ردت: بس انتي حسبتي تكلفة الشوبينج فقط بالشهر زائد الترفيهات اللي هي 1,000,000 جنيه، لكن بقى الأكل والشرب السفر وباقي الالتزامات فين؟ أكتر من 1,000,000 في الشهر. لارا أختهم التالتة، لارا علام، كتبت: عندك حق، وأحيانا مش بتكفي للشهر وبنستلف وهي ماشية الحمد لله. فمنى ردت عليها: يا بنتي ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك، بس انتوا ليه مصرين الناس تحسدكم؟ رامي كتب: كان الله في العون، الدنيا بقت صعبة قوي. احمد بقى كتب لها: طب بتستلفي كام مليون على كده؟ تخيل تكلم حد تقول له معاك 5,000,000 سلف، طب بتاخديهم في كام شنطة ولا تحويل بنكي ولا ازاي بالظبط؟ حسان كتب: على قد حياتكم والتزاماتكم، اكيد ربنا جعلكم سبب لرزق وفتح بيوت ناس تانية. فلارا عجبها التعليق بتاع حسان وكتبت له: الحمد لله، دي نعمة من عند ربنا وبشكرك على تعليقك ده. سيفل محمد كتب: كلنا بنستلف اخر الشهر وهي ماشية. نرجع بقى للي نشر البوست ده هوت والتعليقات اللي عليه، ونشوف تعليقه بقى. فهو كتب ايه؟ بنات حسن علام بيتكلموا عن الراتب اللي يكفيك عشان تعيش حياة كويسة في مصر، وانا ما عنديش مشكلة انها شايفة ان الفرد محتاج 1,000,000 جنيه عشان يعيش متوسط الحال. انا مشكلتي بقى انها بتقول لك 15 لـ20 مليون، اللي هو فيه فرق 5,000,000 جنيه، بتتكلم عنهم كأنهم 500 جنيه. انتوا ايه رأيكم؟ شاركونا في التعليقات، يكتب لنا كده كل واحد شاف البوست دهوت بيكفيه كام في الشهر. من ناحية تانية، بيتر نشر صورة اللاعب دهوت، هو مصري واسمه ألفين أيمن، وتعالوا نشوف حكايته ايه. كتب بيتر: اللاعب المصري الشاب اللي قدامك ده اسمه ألفين أيمن، عنده 16 سنة بس. ألفين مزدوج الجنسية لأن والده مصري ووالدته انجليزية، وهو نفسه اتولد في انجلترا. ألفين عشان اتولد في مجتمع نظيف وصحي وما فيهوش وسايط، فقدر وهو عنده 9 سنين فقط انه يلعب في نادي برادفورد سيتي في انجلترا. ألفين اثبت نفسه وتألق عشان ينتقل الى نادي وولفرهامبتون الناشط في البريمير ليج في صيف 2023. المهم، تألق ألفين وصله وهو عنده 15 سنة بس
انه يتأيد في قائمة الفريق الاول للولفرهامبتون واللي راحت تلعب مع مانشستر سيتي في البريمير ليج في شهر مايو الماضي. جيمس كولينز مدرب اكاديمية وولفرهامبتون اتكلم حلو عن ألفين ايمن وقال انه لاعب ذكي جدا في التمركز الدفاعي وبيقدر يلعب مدافع وارتكاز في نفس الوقت، وبسبب جودة ألفين المميزة النهاردة نادي ليفربول بجلالة قدره بيتعاقد معاه رسميا مقابل 2 مليون جنيه استرليني فقط، عشان ألفين يبقى بالطريقة دي تالت لاعب مصري في التاريخ يلعب في صفوف ليفربول بعد محمد صلاح وكريم أحمد. ألفين بقى لو كان في مصر أكيد ما كانش هيقدر يحترف وهو عنده 16 سنة أو حتى ياخد الفرصة أنه يلعب في نادي في الدوري الممتاز ولا حتى الدرجة الثانية. ألفين عشان معاه الجنسية الإنجليزية فهو حاليا بيلعب باسم منتخب إنجلترا تحت 17 سنة، ويبقى السؤال مين مسؤول عندنا في الرياضة يقدر يسافر يتابع أداء اللاعب ده وتطوره في ليفربول ويقنعه إنه يلعب باسم منتخب مصر؟ يا ترى حد هيهتم؟ الأيام هتبين. مصطفى ناصر كتب على البوست ده هو الخسران هيتحرم من التموين. فبيت الرد للأسف. محمد كتب وفرنا إزازة زيت عادي. نيجي بقى لكريم جاهين كتب ايه بقى. دبي او الامارات هل تتسبب في خراب الدول العربية؟ بعد صباح الخير. هذا البلد الصغير اللي هو دبي يعني الذي خرج من تحت الرمال بناطحات السحابة التي لا يوجد مثلها حتى في الغرب بتطوره وبديناميكية نظام حكمه وانفتاحه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي على العالم في منطقة قلما يخرج منها هكذا نمط تفكير اختار قادتها السير منفردين بشكل حضاري حتى مع البلد اللي احتلت جزره لم يلجأ للعنف أو حتى للمواجهة. أعزائي العرب من المحيط إلى الخليج، كل من يحاول أن ينسخ نسخة دبي في بلاده مثل الدول المجاورة لها أو حتى مصر. دبي والإمارات ليست مباني فقط ولا قطارات معلقة جميلة وشوارع حديثة، دبي والإمارات سياسة وانفتاح وتطور اقتصادي واجتماعي وحتى ديني وتعايش بين مختلف الشعوب والثقافات والديانات. دبي نموذجا للتعامل مع المتطرفين، لا مكان للتطرف الإسلامي الذي دمر العالم العربي كله، وهذا سبب جذب رؤوس الأموال من كل أنحاء العالم، وأصبحت دبي بلد الأحلام لأغلب شباب العالم لعمل ثروات ونجاحات. عاوز تعمل دبي؟ خد الوصفة كاملة لو سمحت. مش مباني وعربيات تجري في شوارعها عشان تصورها، وإلا ستبقى فارغة مثل ما حدث في قطر أو غيرها، أو ستنهشك الديون والخسائر الاقتصادية كما يحدث في مصر، أو التعثر برغم كل الإمكانيات المادية كما حدث في نيوم السعودية. انتوا ايه رأيكم؟ شاركونا في التعليقات. ونشر الصورة دي طبعا الصورة تخبل، بس المهم ازاي وصلوا لكده بالتعايش مع الاخر. دكتور خالد منتصر كتب انا مش فاهم ليه الحروب والمعارك الدينية والمكايدات الطائفية والمناظرات العقائدية والمناحرات الفقهية الى اخره، وانت وهو في الاخر كل واحد وارث دينه من ابوه ومن جده، مجرد صدفة بيولوجية وجغرافية، فياريت كل واحد منكم يكمل عادي في اعتقاده وخلاص، واللي يجمعكم تحت مظلته
يبقى العلم وبس، واللي يتعارض مع العلم في أي طقس أو ممارسة من حقك تناقشه وتفنده، لأنه لو مش هيضرك كفرد هيضر الآخرين كمجتمع عايز يتقدم بعيدا عن فوبيا العلم. أيضا كتب الدين وراثة. الدين صدفة بيولوجية وجغرافية وتاريخية. طبعا هتقول لي لو كنت اتخلقت صيني أو اتولدت في الإسكيمو أو أبويا وأمي كانوا من قبائل آكلي لحوم البشر في مجاهل أفريقيا، كنت حتما سأبحث عن الإسلام إلى أن أعتنقه. مستعد أصدقك في حالة واحدة بس، لو قلت لي إنك في المقابل قريت أنت كمان الكتاب المقدس للإسكيمو وعقيدة قبائل الماوماو، ولا أنت بقى مؤمن بأن دول الدوبلير بتوع حضرتك اللي هيدخلوا النار ويتحرقوا بدلا منك عشان أنت تفضى للحوريات. أيضا كتب دكتور خالد منتصر معلومة بسيطة لمن يريد وحتى نتعلم الدرس. كلمة طالبان أصلها طلبة المدارس الدينية. أفغانستان كانت جنة مبهجة ثم صارت خرابة كئيبة بسببهم. أيضا نشر البوست دهوت في التعليقات كتب يوم ما قال أنا الرئيس المؤمن وكبير العيلة ودولة العلم والإيمان وخرج الإخوان من السجون وصور نفسه في البيت على سجادة الصلاة وقعد المرشد التلمساني في الصف الأول في المناسبات الرسمية وخلى محافظ أسيوط يربي الجماعات الإسلامية لضرب اليسار وسابهم يروجوا إن الملائكة انتصرت في أكتوبر، من ساعتها بدأ السرطان. تانجو كتب أفغانستان في الستينيات والسبعينيات كانت تشبه القاهرة في الخمسينيات. فالدكتور خالد رد السؤال المهم دلوقتي، هل القاهرة في طريقها لأن تشبه كابول؟ سامح كتب رئيس أفغانستان المستنير العلماني برهان رباني تعجل في تحديث وتمدين أفغانستان وتجاهل سيطرة رجال الدين والمعاهد الدينية على عقول الأفغان البسطاء، والنتيجة إنهم قلبوا الطاولة عليه وعلى نهضته، والجيش وقتها اضطر للانحياز لأغلبية الشعب وعزله واستولى على الحكم المتطرفون باسم الشرع والدين وأعادوهم للعصور الوسطى، وحتى أمريكا بعد أن تدخلت وعزلتهم وبعد 20 سنة اكتشفوا أن تلك المنظمات الإرهابية يجب أن تكون محاربتها بالعقول والفكر وليس بالسلاح، لأن بعد كده الشعب انحاز ليهم للمرة التانية. ودكتور خالد منتصر رد وكتب يا ريت الدرس يتفهم. كريم جاهين نشر بوست محمد فلسطيني كتب على الصورة الجميلة ديت حارتي التي تربيت فيها قبل طوفان 7 أكتوبر، يعني تخيلوا المنظر كان كده. فكريم جاهين علق وكتب صحيت من النوم يا حبيبي، الحمد لله على السلامة، عقبال إخوانك المصريين يا حبيبي، لحسن يحصل فيهم زي ما حصل فيك. أيضا نشرت دين عماد المشكلة ديت، واحد بيقول أنا متجوز بقالي 1 سنة وشهرين وأنا واحد مقتنع جدا بمصاريف البيت ومسؤوليته على الراجل، وفعلا مخلي البيت مش ناقصه حاجة كطلبات البيت، لكن المصاريف الخاصة بزوجتي هي مسؤول عنها مش أنا، وده بحكم إنها موظفة حكومة واخد أجازة بدون مرتب وشغالة في قطاع خاص بمرتب كبير. مشكلتها معايا بقى إيه؟ إنها وقفت جنبي في أول جوازنا وباعت جزء من ذهبها عشان أسدد ديون كانت عليا لإخواتي بسبب جوازي، فدايما عاوزة تحسسني إنها لها فضل عليا. دلوقتي هي غضبانة ووصلت إنها بتفكر تخلعني، واحنا لسه ما كملناش 1.5 سنة جواز، وده ايه؟ بسبب اني
بعد ما اتجوزتها حصل لها مشاكل صحية واحتاجت تعمل عمليتين في خلال فترة زمنية قصيرة. أول عملية باعت فيها باقي ذهبها لأنها مختارة دكاترة غالية ولازم الدكاترة دي تعمل لها العملية في مستشفى خاصة، وانتوا عارفين تكاليف المستشفيات دي عاملة ازاي. كلمتني وقت أول عملية عشان أساعد معاها في التكاليف، قلت لها انت موظفة ومرتبك كبير وانا مش مسؤول عن الحاجات دي ومش مسؤول عن عمليات غالية، وكنت عملتيها في مستشفى حكومي وعدينا العملية دي. جت في تاني عملية كانت واقفة على 2000 جنيه، وانا كنت موجود مع اختها في الحسابات وقالت لي ان اختها هتدفع الفلوس ديت وابقى احاسبها لما تخرج، فاختها قالت لي ان انا هدفعهم وابقى احاسب مراتي لما تخرج، فانا قلت لها وانا مالي وانا ادفعهم ليه، انا مش معايا دلوقتي وحتى لو قدرت اتصرف ليه ابقى مديون للناس عشانها وهي موظفة والمفروض تبقى عاملة حسابها في كل حاجة. هي خرجت من مستشفى على بيت ابوها وزعلانة عشان الموقف ده، واختها حكت لها ان كان في علاج وانا مرضتش ابعت اشتريه، وده حصل لانه كان كله مضادات حيوية غالية وحاجات تاني في منها مستورد. دلوقتي انا كده غلط في ايه؟ انا مصاريف البيت شايلها لوحدي تماما، هل انا كمان ابقى مسؤول عن علاجها وهي موظفة وبتقبض كويس ومش بتشارك في اي مصاريف في البيت؟ انا عاوز اعرف رأيكم بمنتهى الصراحة لانها مصممة على الطلاق، ولو ما طلقتش بتهددني بالخلع، وهي موجودة في الصفحة وهتشوف المشكلة، فياريت تقولوا الحق وما تخلطوش الامور لان رد فعلها مش طبيعي وحاسس ان في شيء غامض. تخيلوا. طبعا دكتور خالد منتصر كان اتكلم عن السبب في كل ده، وتعالوا نشوف قال ايه. نشر الصور ديت مكتوب فيها من موقع اسلام كيو اي: ذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الاربعة الى ان الزوج لا يجب عليه نفقة العلاج والدواء لزوجته، ومنهم من علل ذلك بأنه ليس من الحاجات الضرورية المعتادة بل هو أمر طارئ. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: وليس على رجل أن يضحي لامرأته ولا يؤدي عنها أجر طبيب ولا حجام، انتهى. وقال في شرح منتهى الإرادات: ولا يلزمه دواء ولا أجر الطبيب إن مرضت، لأن ذلك ليس من حاجاتها الضرورية المعتادة بل لعارض فلا يلزمه، انتهى. أيضا نشر دكتور خالد منتصر من islamweb.net: فمذهب جمهور العلماء أنه لا يجب على الزوج علاج امرأته سواء كان مرضها بجنون أو غيره، ولا يدخل ثمن علاجها ضمن النفقة الواجبة، وهذا معتمد أقوال المذاهب الأربعة. وقال الحسقفي الحنفي: لا يلزمه مداواتها. وقال ابن عبدين في حاشيته شارحا لكلامه: أي اتيانه لها بدواء المرض ولا أجرة الطبيب ولا الفصد ولا الحجامة. وقال العدوي في حاشيته على شرح كفاية الطالب الرباني: لا يلزمه الدواء لمرضها ولا أجرة نحو الحجامة ولا المعالجة في المرض. أيضا نشر الصورة ديت من فتاوى ابن باز وابن عسيمين: هل يجب على الزوج نفقات علاج زوجته؟ السؤال: من المعلوم أن النفقة من الزوج على زوجته واجبة، ولكن ذكر يا شيخ صاحب الذات ولا تجب إلى طبيب ونحوه، فهل هذا صحيح؟ الجواب: الدواء للزوج على زوجته على المذهب لا تجب لأنه أمر طارئ خارج عن النفقة، والصحيح في هذا أن نتبع العرف، إن جرت العادة أن الزوج يداوي زوجته وجب عليه، وإن لم تجري العادة في ذلك لم يجب. وأظن العرف عندنا يختلف، النفقات الباهظة مثلا لو تحتاج إلى عملية في الخارج لا تلزم الزوج، والشيء اليسير يلزم الزوج، والميزان عندك اجعله دائما بين يديك.
فرد بقى الدكتور خالد منتصر على كل ما فات وكتب هاشتاج تكريم المرأة، لا يجب على الزوج نفقة علاج زوجته برأي الأئمة الأربعة اللي عايزيننا ناخد برأيهم في كل حاجة، بداية من دخول الحمام لتفاصيل غرفة النوم. الخجل والكسوف من هذا الكلام أمام العالم الذي ينظر لهذا الكلام العجيب على أنه من زمن إنسان النياندرتال خلاهم يقولوا لأ مش هنسمع كلام الأئمة الأربعة، لأن من باب العرف أن الزوج ينفق ما بيسمعوش كلامهم هنا، لكن في الحجاب كلامهم سيف على رقبنا وفرض واجب، فتاوى على الدواء وحسب المزاج. بس ابن باز وابن عسيمين قالوا لو الجراحة غالية بلاش، سيبها تموت براحتها في البيت. منتهى التكريم للمرأة زي ما انتم عارفين.